اللهم نبدأ على بركتي نتوكل منه دائما وأبدا. طلب السداد والتوفيق والنجاح أيها المتابعون أيها المستمعون الكرام الأفاضل، وجدد الترحيب بحضراتكم من جديد مع تواصل هذه التحديات، مع تواصل هذه الانطلاقات من هنا من عاصمة الميادين، من هنا من ميدان الوثبة في أبو ظبي، وانطلاقات هذا اليوم التي خصصت هي لسن الحولي والزمول والستة كيلومترات، بانتظار الأسماء المشاركة والشعارات المتواجدة. على بركة الله نسير، على بركة الله نندفع وننطلق في هذه اللحظات لنتابع وإياكم أحداثي ومجريات شوطنا هذا الشوط 11. وهو أول أشواط الإنتاج للحول المحليات. على بركة الله نسير، ننطلق ونبحث عن الصدارة المتواجدة على مقدمة الشوط، الأسماء التي تندفع بحثا عن الانتصار، بحثا عن الفوز، وبحثا عن المجد الكبير. هنا من عاصمة الميادين، الناموس غير وطعمه غير على أرضية هذا الميدان الكبير، على أرضية هذا الميدان العريق. يا سلام، نتابع مقدمة الشوط ونتابع الصدارة، أول الأسماء المنطلقة، وتابع وصول وانطلاق عرقة سهيل بن عويض بن سهيل الخيالي على أول الأسماء منطلقا مع عرقة على الصدارة. المركز الثاني وتابع الذيبة سالم بن علي بن سلطان السبوسي على المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الانطلاق والوصول من مصيحة فارس بن سهيل اليابوني الظهري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وتابع انطلاق قمرية سلطان بن سالم بن علي بن هلال المنصوري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وتابع انطلاق ووصول الذهب سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي، والمركز السادس انطلاقة من حاف محمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري، انطلق على المركز السادس مقدما لنا من حاف، بينما السابعة هوايل، هوايل على المركز السابع حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري، وثامنا وتابع انطلاقة بن صوغان سيف بن محمد بن هزيم المنصوري، بينما وتابع في هذه اللحظات انطلاقة صوغة وأحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، وصل مقدما لنا صوغة وختام هذا النداء. وتابع هذا الانطلاق من الشاهينية خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي على المركز العاشر، هذه الأسماء، هذه مقدمة شوط، هذه الأسماء المنطلقة مع المراكز الأمامية. ياهو تحدي، ياهو انطلاق في شوط الحول المحليات. يا سلام على ناموس هذا الشوط، يا سلام على طعمه ومذاقه، خصوصا وأنه من أول أشواط الإنتاج والمنتجين. يا محل الناموس، لا كان هي إنتاج هناك وانطلاقة هذا الشوط. أتابع مقدمة الأسماء، أتابع الذهب سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي على المركز الأول مقدما لنا ذهب على صدارة الشوط. المركز الثاني وصلت مصيحة بشعار اليابوني، تنطلق في هذه اللحظات فارس بن سهيل اليابوني الظاهري، والمركز الثالث وتابع
وصول عرقه في هذه الأثناء سهيل بن عويضة بن سهيل الخيالي، والمركز الرابع وتابع الذيبة سالم بن علي بن سلطان السبوسي، والمركز الخامس هوايل على المركز الخامس حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري، والمركز السادس وتابع شعار بن مهير وصل في هذه اللحظات مع منحاف على سابع وخامس التحديات تسلل إلى خامس المراكز. نعم المركز السادس قلنا شعار بن عيد، المركز السابع انطلاقة هنا ووصول متصوغان سيف بن محمد بن هزيل المنصوري، وثامنا وصول الشاهينية خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي، تاسعا وتابع شعار بن دري يقدم لنا صوغة أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، وختام هذا النداء النداء الثاني وتابع على ما يبدو لانطلاقة ووصول شواهين هناك على ما يبدو لي. ولكن نعود من جديد لمقدمة الشوط، نعود للصدارة أول الأسماء مع الذهب، الذهب على المركز الأول، الذهب على الصدارة سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي منطلقا على مقدمة هذا الشوط. الذهب 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 وأداها ذهب وشكلها ذهب على مقدمة الشوط، ولكن عرقه عرقه على المركز الثاني سهيل بن عويض بن عويضة بن سهيل الخيالي. وصلكم وصلكم بن دري، وصلكم المنصوري، وصل مع منحاف محمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري. ولكن 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 ايش وصل شعار القبيسي في هذه اللحظات، وايضا وصلت هدادة، وصل شعار بن بجاش، ولكن الف الف ومئتين متر روح يا راعي ذهب روح، روح يا راعي الذهب روح، وصلوا الجماعة انطلقت الذهب، الذهب على الصدارة سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي على أول الأسماء منطلقا مع الذهب، بن دري على المركز الثاني، بن دري على المركز الثاني في هذه اللحظات، وتابع الانطلاق وتابع الوصول على المركز الأول، الوصول من بن دري، وصل بن دري ووصل بن بجاش على المركز الثالث مع هدادة، هدت عليهم هدادة ووصل شعار الظاهري في هذه اللحظات، ولكن الذهب 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 أداها ذهب وشعارها ذهب ومضمرها ذهب ومالكها ذهب، روح يا راعي الذهب وصل بن دري الخمسمائة متر الأخيرة، روح يا بن دري روح يا الخيالي، ولكن 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 اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، الأمتار الكبيرة، الأمتار المجنونة، الذهب 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 على المقدمة سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي، روح يا سهيل الله يسهل دروبك، روح يا راعي الذهب روح يا راعي الذهب، سلام الذهب سلام سلام سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق الكبير. المركز الثاني من حاف محمد بن مهير بن سعيد بن دري الفلاحي، والمركز الثالث وصلت مختارة محمد بن غانم بن حمودة الظاهر، المركز الرابع وصلت شواهين سالم بن زويد بن قشمان المنصوري، والمركز الخامس الوصول من هدادة علي بن فهد بن بجاش المري. إذا تانينا والناموس لمالك الذهب هذا الانتصار سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي، سلام الخزنة سلام سلام الخزنة سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع الذهب، لحظات التوقيت الزمني مع الذهب من قدمت أداءً
ومستوى كبير توقيتها الزمني. 9:46 سبعة أجزاء من الثانية. سلام مالك الذهب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. سهيل بن سالم سهيل الخيالي 9:47 ثلاثة أجزاء من الثانية. كانت لحظات وصول منحاف من قدمت أداء ومستوى كبير محمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري. والمركز الثالث هناك كان الوصول من شعار بن حمودة 9:52 أجزاء من الثانية. كان هذا هو شعار محمد بن غانم بن حمود الظاهري مع مختارة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.